السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تدعوا لإخواننا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويثبت أقدامهم. النهاردة جايبة لكم أكتر من وصفة سريعة ومنجزة وفيها أفكار للتوفير إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم. لو أول مرة بتشوفوا قناتي، أنا أسمى نور، مصرية في تركيا. اتمنى قناتي تعجبكم وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ونبدا في وصفات النهارده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا يومنا بعصير الليمون المنعش. بسم الله نحط كده قطع من التلج. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت النهارده ابدا معاكم مشروب منعش وهو عصير الليموناده او الليموناتا على الطريقة التركية، على طريقة حماتي. طريقته سهلة وجميلة، وعايزة اقول لكم بيبقى منعش ومختلف تماما عن عصير الليمون اللي احنا نعرفه. عندي هنا ده نص كيلو ليمون اضاليا بالشكل ده كده، بشرة القشر بتاعه بالمبشرة جزء رفيع طلع لي ده الزيست بتاعه او البشر بتاعه، وريحته نفاذة جدا. وعندي هنا كوباية سكر، هي حماتي قالت لي كوباية ونص على المقدار دوت، بس انا هحط كوباية وبعد كده لو حبينا نضيف تاني ممكن نضيف للتحلية. وهنا هنبدأ بسم الله. عندنا كوباية السكر هننزل عليها ببشر قشر الليمون اللي احنا بشرناه، حوالي معلقة أو معلقة ونص كبار. هنا يتبقى عندنا شوية صغيرين من البشر بتاع قشر الليمون، هناخد شوية سكر كده من الكمية اللي احنا حددناها وهننزل كل القشر دوت. طبعا هما كمية قليلة فلازم نحافظ عليها، هندعكم كويس جدا جدا لحد ما السكر يمتزج مع القشر دوت وياخد النكهة بتاعته ولونه هيغير، هيبقى لونه مصفر، وبعد كده يبقى جاهز عندنا. هنا دعكتهم كويس جدا لحد ما السكر امتزج مع قشر الليمون وبقى لونه أصفر فاتح بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نستخلص عصير الليمون اللي احنا أخدنا القشر بتاعه أو البشر بتاعه دوت. النص كيلو المفروض هاخد كمية العصير اللي هيطلعها وهكمل عليها مية لحد ما يبقوا عندي لترين. انا عندي كمية الليمون دي كلها طلعت لي 300 ملي. 300 ملي يعني كوباية ونص من اللي هي كوباية الشاي او المج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. هنكمل عليها نص كوباية بحيث ان احنا يبقى عندنا نص لتر، وهنزود عليها كمان لتر ونص مية، يبقى المجموع كله السوائل هيبقوا لترين. وطبعا السكر زي ما قلت ممكن تضيفه على حسب الرغبة. اذا بس اوريكم اللي طلع من الليمون. التفل دوت اسمه بوصة. بوصة يعني تفل. تفل بقى الليمون، تفل البرتقال، اي تفل بتقال عليه بوصة. وده ليمون كابو. ليمون كابو يعني قشرة الليمون، او ممكن اقول ليمون كابوكلري. كابوكلري يعني القشور بتاعة الليمون. طب قلت ليه كابو وقلت ليه كابوكلري؟ علشان في الاضافة حرف الكي لو جاله او دخل عليه حرف متحرك زي الا او الاي او الاي او الاو بيتقلب لمشجي اللي هي الجي وعليها نقطتين. لكن لو قلت كابوكلري خلاص وجاي بعدها حرف ال اللي هي الاضافه بتاعه الجمع لار ولار ما بنغيرش الحرف. دي بقى كده معلومه في اللغه على الماشي. تمام، هنشيل ده بقى على جنب كده، خلاص خلصت مهمته. زي ما قلت لازم اصفي العصير. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ما فيهوش شوائب كتيره بس برضو لازم يتصفى كده عشان يبقى ايه حاجه كده فاخر من الاخر. بصوا برضو يعني حبه ايه تفل صغيرين طلعوا، فاحنا مش عايزين التفل ده خالص. وانزل هنا كده عندي بالميه. بس بعد كده بعد ما ضفنا عليهم الميه هنبدا نقلبه كويس جدا لحد ما نتاكد ان السكر كله داب. هنبدا بقى نعبيهم في ازايز ونشيلهم في الثلاجه. وعلشان نسهل على نفسي عبيتهم كده في الشفشق دوت، وهبدا انزل بيهم كده في الازايز دي. ازايز ازاز، عايز اقول لكم الازاز دي بالذات لو حطيته كمان فيها ميه بتسقع جامد وبتبقى تحفه. عندنا بعد كده هنعمل الخلطه بتاعه البودنج الباودر اللي احنا بنشتريها جاهزه من الماركت، هنعملها ان شاء الله في البيت بكل سهوله. عندي هنا دول 3 معالق كبار دقيق بالمعلقه المعياريه ممسوحين عاملين 40 جرام علشان الناس اللي بتحب تعرف المقادير بالجرام. ودول معلقتين كبار كاكاو ممسوحين عاملين حوالي 15 جرام. وعندنا معلقتين كبار نشا برضو ممسوحين عاملين 20 جرام، يعني دول كلهم 75 جرام. وعندنا تلتين كوباية سكر 125 جرام، يبقى المقدار دوت كله على بعضه 200 جرام هيتحط على لتر حليب. بعض الوصفات شفتهم بيحطوا كوباية سكر كاملة، بس المقدار اللي انا بجيبه سكره الحلى بتاعه مظبوط هو الباكت بيبقى 200 جرام بيتحط على لتر حليب. فدي كده البودر بتاع بودنج الكاكاو.
ولو عايزين نعمله بالفانيليا طبعا هنستبدل ايه معلقتين الكاكاو بدقيق، او ممكن نحط معلقه دقيق ومعلقه نشا. الدقيق مع الكاكاو بيديله نكهه حلوه قوي وطعمه حلو، احلى من اللي هو بيبقى معمول بالنشا بس. حتى المهلبيه جربي تحطوا فيها دقيق طعمها بيبقى خرافه اهو. وده كده البودر بتاعنا جاهز، هحطه في برطمان. هبدا اعبيه في برطمان، ويفضل يكون زجاج، ونحطه في مكان ما يكونش فيه رطوبه، ولما نحب نستخدمه ان شاء الله هنطلعه ونخلطه مع الحليب مباشره، واستمتعوا باحلى بودرينج. ندخل على الوصفه اللي بعد كده، هنعمل الخليط بتاع الكيك الاسفنجي او دقيق الاسبونج، وان شاء الله هبقى هنعمل بيه تورته بس في وقت تاني. عندي هنا 2 كوباية سكر حوالي 125 جرام، ده سكر انا طحنته هنا في البيت، طحنته في المطحنه. ممكن تجيبوا سكر مطحون عادي وتاخدوا منه 2 كوباية او 125 جرام. ذره كده يعني ربع معلقه بيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. عندي ربع كوبايه نشا 25 جرام، معياريهم طبعا بالكوبايه المعياريه. وعندي كوبايه وربع طحين او دقيق، ودول وزنهم 175 جرام. واخر حاجه عندي باكت فانيليا 5 جرام. الكيكه دي ان شاء الله احنا هنعملها مع بعض ومن غير محسن جل، علشان الناس اللي ما عندهاش محسن جل. انا كنت دايما بعملها كده في مصر. الدقيق دوت هننخله مش اقل من 3 لـ5 مرات علشان ندخل فيه هواء. طبعا عشان ننخله عاوزين حاجه كبيره او مثلا زي كده. وهنبدا ننخله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل المكونات مع بعض. بعد ما نخلناه بالشكل ده، طبعا اللي باقي ده بقايا سكر من اللي هو السكر العادي، فعادي مفيش مشكله عندنا. هنرجعه تاني اهو، فضيته. هرجع نخلهم تاني زي ما قلت لكم بقى، مش اقل من 5 مرات، يعني من 3 لـ5 مرات، علشان يبقى دخلنا فيه كميه هواء كبيره، ولما نعمله ان شاء الله يطلع ناجح زي اللي بنحط له محسن جل بالظبط. عندي اهو بعد ما نخلتهم 5 مرات هبدا اعبيهم في برطمان متعقم ومغسول ونظيف، وهشيلهم وقت ما هحتاج استخدمهم هستخدمهم. دول بالتقريب حوالي 350 جرام دقيق اسبونج جاهز. تمام، ننقل بعد كده على الوصفه اللي بعدها. عندي هنا البرقوق ده زي ما انتم شايفين انا مقطعه كده. بصوا احنا لما بنجيبه بيبقى اخضر كده، ما بنقطفه من على الشجره عشان ده قطفينه من الجنينه بتاعت جده زوجي من سبانجا. تمام، فلما بيبقى كده بيبدا بقى ان هو ايه، هو بيبقى اخضر كده خالص، بيبدا لونه يلون كده يحمر يحمر زي ما انتم شايفين كده، بعد كده بيبقى احمر خالص كده، وبعد كده بيبدا يطرى ويبوظ. فانا علشان استغله وما يبوظش، كتير مننا بيبقى عندنا فاكهه هتبوظ، ف يا اما بنعملها مربى يا اما بنحاول ان احنا نعملها عصير. بس هنعمل حاجه جديده النهارده، وهي وصفه تركيه اسمها كومبوستو. كومبوستو يعني شرب الفاكهه. بصوا بقطعها بالنص كده، وبعد كده بلف عليها من الناحيه الثانيه، 1 2 3 4. اسهل طريقه تقطعوا بيها الفاكهه وتطلعوا النوى، حتى الخوخ، بس الخوخ بقى بعمله 8. الكومبوستو ده كمان مفيد جدا للمرضعات او للسه والدين. بيزود الحليب طبعا، هو بيبقى يعني مغذي وفيه سكر ونوع من الفاكهه، بيدر الحليب باذن الله. بالنسبه للسكر المفروض هناخد 100 جرام على 750 جرام برقوق، لان البرقوق ده يعني فيه سنه مزازه، هو مش مزز قوي، بس طبعا التحليه بترجع لكل واحد، يعني ممكن 100 جرام ممكن اكتر ممكن اقل، على حسب كل واحد وذوقه. ممكن تحطوا سكر قليل وبعد كده تزودوه لو حسيتوا ان هو الحاله بتاعه قليل، ده افضل ما يكون الحاله بتاعه زياده وبعد كده مش هتعرفوا تتصرفوا فيه. انا عندي كنت مستعجل عليه فما سبتش السكر فيه زي فكره المربى كده، فنزلت عليه بكوبايتين ميه وهرفعه على النار لحد ما يستوي، هيعقد شويه، وهنضيف له اضافه حلوه قوي، الا وهي عود قرفه صغنون وثلاث حبات مسمار. هنرفعهم على النار ونشوف هنكمل ازاي. رفعته عندي على نار عاليه، لما يبدا يغلي هخلي النار وسط وهغطي عليه واسيبه بقى لحد ما يستوي. عندنا اهو الكومبوستو بتاعنا او الخشاف، بيقولوا عليه خشاف او كومبوستو، اللي هو شراب الفاكهه. تمام، عندي بقى بالشكل دوت مركز كده، هبدا اعبيه في برطمانات واحطه في التلاجة. طبعا لما يبرد هنحطه في التلاجة
ولما يسقع بنطلعه ونشرب منه كده، بناكل قطع الفاكهة مع العصير بتاعه ده، بيبقى تحفة. عندنا بقى الكومبوستو بتاعنا أو شراب البرقوق، هنبدأ نعبيه كده. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اهو عندي كده عبيته بالشكل ده، هقفله. لو قفلته وهو سخن هيتحفظ زي الحاجات اللي هي المعلبة، ماشي؟ بس انا هقفله كده. الباقي عندنا هنحطه في كوباية وناكله بالمعلقة عادي، او ممكن تحطوه في بولة صغيرة اللي هي بتاعت الرز بلبن. عايزة بس اقول لكم على حاجة، ان كلمة خشاف كمان مش بتطلق بس على الفواكه اللي هي كذا فاكهة مع بعض، لا، اي فاكهة بتتعمل بالطريقة دي بتقال عليها خشاف. ونيجي بقى عندنا لاخر وصفه النهارده، وهي الماك اند تشيز او المكرونه بصوص الجبنه. ده باكت جاهز كنت جايباه من الماركت، هجربه معاكم وان شاء الله بعد كده هنعمله في البيت من الصفر. هو مكتوب ان هي بتتحط في ميه 6 كوبايات ميه من 7 ل 8 دقايق علشان تستوي، وبعد كده بنصفيها من غير ما نشطفها، وفي حله على النار بنحط معلقه زبده نسيحها وننزل عليها ب 3 كوبايات حليب، وننزل فيها بالباودر او الصوص بتاع الجبنه ونمزجهم كويس جدا، وبعد كده بنضيف المكرونه اللي احنا سلقناها. عندي هنا الميه غليت بالشكل ده، ما حطيتش فيها اي حاجه ولا ملح ولا زيت ولا اي حاجه، حطيت فيها المكرونه وسبتها 8 دقائق كانت استوت سوا كويس جدا. اهم حاجه لو جايبين اي حاجه جاهزه او اي حاجه مكتوب عليها مكونات او مقادير معينه لازم تلتزموا بيها عشان الوصفه تنجح معاكم. هنا نزلت عندي في حله سخنه بمعلقه كبيره زبده او مكعب زبده وتلت كوبايه حليب، هما غلوا كده بالشكل ده، نزلت عليهم بالبودر بتاع الجبنه او طعم الجبنه، هقلبهم كويس جدا لحد ما يمتزجوا، وبعد كده هننزل عليهم بالمكرونه اللي احنا صفيناها من غير ما نشطفها، زي فكره المكرونه البشاميل ما بتتشطفش. هننزلها ونقلب كويس جدا، وخلي بالكم ان الوصفه دي لازم تتاكل سخنه لانها بعد كده بتبدا ان هي تجلد او الصوص بتاعها بينشف. بالمناسبه وزن المكرونه كان 175 جرام، انا وزنتها عشان بس ابقى عارفه المقدار لو حبيت ان انا اجربها في البيت. ووزن الكيس بتاع البودر بتاع الصوص الجبنه دوت كان حوالي 25 جرام، فانتوا ممكن تجيبوا بودره جبنه من عند العطار واي نوع جبنه عندكم تستخدموه، بجد هينقل الطعم في حته تانية. وده كان عندي عشاء سريع وخفيف لجوع اخر الليل، وخاصة لما ما نكونش متغدين كويس، فعادي مفيش مشكلة لما ناكل مكرونة مرة من نفسنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا للنهاردة، أتمنى يكون الوصفات اللي قدمتها عجبتكم، ولو وصلتوا معايا لنهاية الفيديو ما تنسوش لايك وشير للفيديو. بحبكم جدا في الله، أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، ما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.